الندم اللي بغى يتعصب راه يتعصب من راسه، وكاين اللي ما كيتعصبش كله حسب عقليته. كاين اللي كيتعصب، كاين اللي كيقول لك بحال المثل كيقول لك انا مقطوع، وكاين اللي كيعصبوا بنادم وكله شنو كيعصبوا، يكونوا بعد المواقف كيعصبوك، ولكن ماشي ديما كتكون معصب. وبزاف د الحوايج يقدر شي واحد يقدر شي اي واحد يقدر يكون عقليته بحال هكا يهضر معاك شي هضره ما تعجبكش غادي تعصب. شي واحد يقول لك شي حاجه ما تعجبكش غادي تعصب اي، وكله شنو كيعصبوا. تكون غادي في الطريق انت الوالده ولا انت شي واحد من الدار، يقدر شي واحد يقول شي هضره ماك خارج على المنطق ولا شي هضره خايبه كتعصب. ماشي كتعصب كنتفاعل بزاف. كنشوف انا شحال من واحد كتوقع ليه يكون غادي مع اخته، غادي مع مرته، غادي مع اصدقاء ديالو، غادي مع شي حاجه، وكترى شي واحد كيقول شي هضره خايبه. شي دراري كيكونوا مجموعين في الدرب كيقولوا شي هضره كتعصب، واخا تكون تشوفها دوك الجوج غاديين، شي واحد مع مرته غادي كيقول شي واحد شي هضره خايبه، انت ماشي ما كتعرفوش وكتعصب.